طيب خليني ابدا من رمضان اللي فات ودور القطر في الكبير قوي الجزء السابع. حلو جميل يعني وجه او يعني اقدر اقول شخصيه برضو يعني في الاطار الكوميدي بس عملتها بلطافه الحمد لله. شخصيه القطر ارجوك قول لي يعني اظن ده تاني مره تشارك مع ميكي في الكبير قوي مش كده؟ اشتغلت الجزء الكام فكرني معلش. بص انا هقول لك هي ايه انا عشان وقت البرنامج معاك انا كل صهراني. انا كل حدوته عندي حدوته مكتمله بفضل الله تعالى. ليه؟ لاني كنت دائما ابحث عن نصره ربنا. واول برنامج عندي في حياتي في السوشيال ميديا اسمه نصره ربنا. نصره ربنا. نصره ربنا لاني شفتها ودقتها كتير جدا وانا بنتظرها. احكي لنا نصره ربنا جات لك ازاي؟ هقول لحضرتك. ايه شفتها؟ انك تبحث عنها انك انت لما تيجي من القاهره واحد من اسكندريه ناس كتير قوي يقول لك ايه ده؟ عالم مجتمع كبير وغريب. خلي بالك احنا نعرف احنا فين احنا فين والناس دي فين ما اعرفش بيقولوا لي كده ليه وما اعرفش وهتنزل مصر احنا في مصر اوريدي جبنا شقه وقاعدين دفعت عن ان انا عايز ابقى ممثل فانا مش هطول بس الفكره كلها انك لما بيبقى انت مصدق شيء وماشي وراه فما بتسمعش حاجه والبني ادمين بتخترقها كده بتمشي لانك مستني انك بتعمل ديل مع الله سبحانه وتعالى ومستني ان الديل ينجح مع الله سبحانه وتعالى فتلاقي السيتويشن كله تحول لسيناريو جميل بإفهات إفهات اعرف اعبر عنها بعد كده في شغلي بس سيناريو ربنا مش انا اللي يعني بفتي فيه. انت مؤمن بمعنى ايه عشان بس الناس ما تقولش ان انا بقضاء الله سبحانه وتعالى وهو اللي بيوفقك انت بتعمل عليك وبتسيب الباقي على ربنا. بس عندي ريفرنس يعني اخد ايه يعني مثلا عارف ان في ناس كتير قوي مثلا يقول لك قريت كتاب ذا سيكريت فتقول له لا والله يقول لك ايه ده ازاي لازم تقراه مش لازم وعلى فكره ان شاء الله هقراه فن اللامبالاه فن اللامبالاه فن اللامبالاه الموضه اللي كانت طلعت بتاع محمد صلاح انا بصراحه يعني شديه جدا انا راجل مصري بحب مصر جدا ووطني جدا ومش بتكلم عن ده لان انا فنان فعايز اعبر عن ده طيب انما فكره انك انت تستنى نصره ربنا بالمواقف كسيتويشن بتشوف ده قدامك زي الكبير قوي مثلا طيب جالي الكبير قوي في مرحله انا بسعى فيها جدا ورايح كاستنج يعني كل الكاست اللي موجود كان بيومي بقى وسلام وفتحي وكل الشله دي كانت عند الاستاذ خالد جلال شله ثانيه كانت في مسرح الجامعه شله ثانيه ميكي يعرفها واستاذ الجندي يعرفها الوحيد اللي راح كاستنج ملوش دعوه بحد مصطفى بسريع والله. والله ما كنتش لا تبع دول رحت ولا دول ماليش دعوه انا الناس قالوا لي في كاستنج قلت لهم رايح رحت عملت اوديشن مشيت ده برضو كان شخصيه القطر الحرب القطر ده هو الاساس في سيزون 2 ثابت معاك من تاني موسم هو ده هو ده الاساس حتى لما كانوا عايزين يعملوا مواسم تانية كل شويه يكلموني ان شاء الله قطر هيبقى معانا وما يحصلش نصيب وميكي كل ما يشوفني يقابلني مقابله عظيمه جدا من اجمل الناس جميل ومحترم يعني بص ربنا رزقني بناس بصراحه يعني ميكي واستاذ الجندي من الناس طبعا. اللي لما دخلت اللوكيشن بتاعهم حمدت ربنا ان ايه ده في ناس كده في الوسط الحمد لله اكيد وسايبين نلعب وعايزين نضحك ومبسوطين بيا وسابوني كل شغلي سابوني فيه عشان ما اطولش بس عشان عندنا مناطق كتير ان انا كلموني في الكبير فرحت جدا ما اعرفش شخصيه قطر دي كان مشهد بحسبه مشهد واحد في حياتي وفرحت جدا يعني وقعدوا ياجلوا التصوير بتاعي كل يوم اربع يكلموني قبلها فاضي الاربع اقول لهم فاضي طبعا ما انا وراي حاجه غير المسلسل ده فاضي يا مصطفى فاضي لغايه ما جه يوم استاذ محمد صبحي بيعمل مسلسل ونيس واحفاده مظبوط وانا راجل بتفرج على ونيس وانا قد كده فلقيت ريجيسير جميل اسمه عم صابر انا بحيي عم صابر اللي هو استحملني في بدايتي كل شويه كنت اجي له ادي له صوره فيقول له مصطفى ما انا عارفك فاقول له ما انا غيرت النهارده يقول لي فاقول له طب ما انا عامل على جنب النهارده ممكن حضرتك ما شفتنيش بقى على جنب لحد ما اشتغلت معاه قال لي في مشهد مع استاذ صبحي قلت له هعمله طبعا لان يبقى في تاريخي ان في استاذ صبحي طبعا فروحت عملت المشهد وانا رايح كان يوم الاربعاء كلموني قالوا لي فاضي النهارده الاربعاء كان سابع اربعاء يكلموني فيه لجل الحظ الاربع ده وانا صريح جدا كانوا بيقولوا لي ما تقولش ليه انا مالي يا جماعه انا هبقى في مكر في رزقي وانا لو قلت ما قلتش مش بتاعتي مش هاخدها عمري يعني قال لي عندك حاجه الاربع قلت له عندي مشهد مع استاذ صبحي الصبح بدري استاذ صبحي في التزام بقى ايه يعني 7 الصبح 8 تصوير هتخلص 10 يعني انا 11 فاضي هاجي لكم 12 وانتوا عايزيني 3 فانا واضح فحاولوا يغيروني
كلمه صديق ليا اسمه رامي نادر. رامي من اعز اصدقائي ومن اهم كوميديانات مصر اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يمكنه ويمكننا ان هو يبقى ايه في جيلنا كده ان شاء الله باذن الله. فرامي علشان مصداقيته مع بعض يعني مصداقيتنا مع بعض كلمني في التليفون. هو كان عارف انك انت هتعمل دور، هو شايف ان ده اهم حاجه في حياتي دلوقتي ان قطر دور مهم وفرصه. كلمني كاصحاب. قال لي يا مصطفى انت اعتذرت عن قطر انت غبي، شايف المعنى ده؟ قلت له ما اعتذرتش، هم عملوا كده، هم قالوا لي تمام وبيغيروني. راح جاي رامي قال لي ايه، لا يا مصطفى كلم المكتب. بص الصحاب طبعا طبعا، وده شيء يعني قيمته اكبر بكتير من الشغلانه والنجوميه ونيشي. هو ده المكسب. هو ده المكسب. ربنا كرمني في الاخر بقطر ده، عملته علم في مصر بفضل الله، وكان فضل الاستاذ جندي واستاذ مكي ان يعرفوا الجمهور بمصطفى ابو سريع. قطر مع الليله ليله الموسم الثاني، الموسم الثاني اللي هو كان طيب. الموسم الاولاني بس اتقسم 15 حلقه، اللي هو كان طالع برضه حرامي وبيجري من مكي وبيسرق وبعد كده جه سيزون 7. ايوه الناس لسه فاكراه، فده شيء يعني بحمد ربنا سبحانه وتعالى. هو ده النجاح. طيب نشوف جزء من الكبير قوي. يلا انا اسف اطول في الجزء السابع. لا لا خالص بالعكس، لو طولت انا ممثل فبعبر وعندي حكايات، ارجوك وقفني يعني. كلامك جميل الحقيقه. مرسي وممتع وشيق يعني. متشكر. استاذك نشوف الجزء ده من القطر في الكبير قوي الجزء السابع. قطر تاب. قطر خد على هنا. ايه يا بترمح ليه؟ انت شفتني؟ لا يا كبير، اصلك ليك هيبه يعني. والله العظيم انا ليله اني خابر انك تبت، كنت قلت سارق حاجه وبتهرب. لا بس كل ما اشوفك احس ان انا عامل حاجه غلط، وما بنساش ان انا كنت حرامي. لا ده سندروم، دي حاجه، ده حاجه نفسيه يعني، علميا اسمه جلد الذات، وفولكلوريا اسمه اللي على راسه بطحه بيحسس عليها. توحشتك قوي يا كبير، ما شفتكش من اخر مره سرقتك فيها. يلا الحمد لله انك تبت، اوعك ترجع للسرقه تاني. اسرق؟ قطر يسرق؟ لا يا كبير، ده كان لساتي صغير ما فهمش حاجه. دلوقتي كل حاجه بالحلال، الحلال طعمه احلى بكتير. الحمد لله. انت ما تعرفش ايه اللي حصل لي، معجزه من عند ربنا. واه شوقتني، احكي لي يا ولدي. انا كان عندي سرقه قبل الفجر، حبيت على يد امي وقلت لها ادعي لي يا امه. قالت لي روح يا ولدي يبعد عنك ولاد الحلال والحكومه. الحجه؟ الحجه. وانت وشيح شغاله؟ ايوه. لساعه مفترجه؟ ايوه كبير. ونزلت ركبت توك توك وفجاه لقيتهم مشغلين اغنيه كانها جيالا. واه ايه الغنوه دي؟ قلبي يقولوا ايه؟ قطر الحياه بيعدي سنه في سنه في سنه، وانا زي ما انا من يوم ما كان عندي سنه. حرامي يعني قصدهم كده؟ قلت ايه، مين كاتب قصه حياتي؟ وقف وقف. راح وقف التوك توك، قلت له لا وقف الاغنيه مش قادر، رجعني على المزاريطه. ورجعت المزاريطه وقلت لهم يا مزاريطه قطر تاب، قطر الحياه بيعدي. وقلت لهم انا هرجع كل اللي سرقته، وسرقت كل الحاجات اللي كنت سارقها وبيعها ورجعتها لاصحابها. الحمد لله. ايه ده؟ انت عملت حاجه كومبليكيتد. انا ما خبرش دي حسنات ولا سيئات، ولا حسنات بطعم السيئات، ولا سيئات بطعم الديك الرومي، ولا ايه ده؟ نحاسبوك عليها كيف دي؟ المهم لما ابوي وامي عرفوا قطعوني يا كبير. قطعوني. يعني بجد بحسدك على خفه الدم والتلقائيه دي. شكرا جدا جدا. لا انت في المشهد وبره المشهد بالمناسبه. لا انت تحسدني. بره المشهد بتمثل المشهد تاني حقيقي. لا احسه مصدقه. انا مصدقه ليه؟ انت تحسدني على رزق ربنا ليا ان اكون وسط ناس طبعا عامله كده. طبعا اكيد. لما تبقى مع نجم كبير بتاخد من جمهوره، ومعاك استاذ كبير مخرج أكيد. تلاقي اللوكيشن كله نفسيه الجانبين دول. طب